بالكفوف وندلها بتصفيقا وتشجيعا لفريق غاب عن اللقب، ولكن لا يغيب عن قلوبهم ابدا تمريره ملعوبه والبحث عن تسديده. هذا الاسمراني هدف سيبقى عالقا في الذكرى، هدف من طينة كلاوس سيدور، وكأنه بلسان واحد انت موجود يا سيدور وغير غايب غير غايب، وان كان سيدور على دكة البدلاء فروح سيدور حضرت في هذا الهدف، روح سيدور نعم حضرت في هذا الهدف بتسديدة رائعة تعانق الشباك، ما اجملها من تسديدة عن طريق سوليمان تاني. الكرة الماضية للمتعة، الكرة الماضية للفرجة، الكرة الماضية ليست للتعليق، ليست للتعقيد، لأن إلى رامي قادمون من الخلف بمحاولة وتسديدة، ثاني الأهداف، ثاني الأهداف، هدف ثاني لصالح الملن بسلاح التسديدات، بسلاح التسديدات، الملن يضرب يضرب بقوة ساسولو ولا سبيل لإيقاف هذه التسديدات، يا بوميني لا سبيل، لا سبيل لإيقافها، ثاني الأهداف وهدف من أجمل ما يكون عن طريق الحاضر أمام ناديهم، هدف يكحل العين، هدف يكحل العين لجماهير الميلان، الهدف الثاني لفريق يقدم مباراة من أجمل ما يكون. شوف الكرة هي عايزة المرمى، هي عايزة المرمى، والحارس بوميني ما عسى أن يفعل أمام هذه الكرة التي تعانق الشباب وتعلن عن ثاني الأهداف لأصحاب الدار وثاني الأفراح والابتسامات لكلارنس سيدور. أحيان لا يتعامل بروح القانون بل بصرامة القانون، بصرامة القانون وحدة القانون. إذا ديشيليو يتحصل على البطاقة الحمراء الثالثة في المباراة، والحكم لا ينسى إلا أن يخلد ذكرى في هذه المباراة. ركلة جزاء وكل الملعب يصرخ مناهضا لهذا القرار، ومحاولة هنا ملعوبة، نعم يضحى في المرمى سيميوني زازا، يضحى في المرمى والكرة تعانق الشباب وتعلن عن هدف تقليص الفارق لفريق ساسولو، تعلن عن هدف تقليص الفارق لفريق ساسولو. لو تسألني عن السبب، يعني بعض الأحيان حدة حكم المباراة، يعني وهذه أمر ينطبق على كثير من الحكام، على كثير من الحكام هذا الامر ينطبق عليهم، خصوصا الحكام لو وجدت عزيزي المشاهد اعلى معدل بطاقات تجدهم اكثر